Good day. اليوم هو الخميس 8 آذار الأول ديسمبر، وكان اليوم 84 للانتفاضة على مستوى البلاد. وأعدم النظام صباح اليوم أول محتج محتجز محسن شكاري 22 عاما، وتم اتهامه بمحاربة الله. وأفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للنظام بإعدامه. ويواجه العشرات من المحتجين المحتجزين تهما أو أدينوا بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا لما يسمى بنظام العدالة في النظام. ويحذر النشطاء من احتمال إعدام آخرين، حيث صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 10 أشخاص حتى الآن بسبب مشاركتهم في المظاهرات. وكانت ردود الفعل على الإعدام اللا إنساني سريعة وغاضبة، وردد المتظاهرون هتافات: مع كل شهيد يسقط سينتفض 1000 آخرون. وقالت العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن النظام اختار كيف يجب على الناس الرد. وكتب المتظاهرون: بينما تعهدوا بالانتقام لشكاري وجميع أولئك الذين استشهدوا بوحشية على يد قوات أمن النظام في الشوارع، قلنا لك لا تنفذ أحكام الإعدام، لم تستمع، الآن نقول إننا سوف ننتقم. وقال عدد من النشطاء في إيران بما في ذلك طهران وكرج، وهم ينتمون إلى وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق لوسائل الإعلام الدولية، إن إعدام شكاري لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانتفاضة وإشعالها. وتجمع المتظاهرون في مدن مختلفة بما في ذلك منطقة ستار خان بطهران، وصرخوا الموت لخامنئي، وتم إلقاء القبض على شكاري في هذه المنطقة. ونظم أهالي منطقة بونك في طهران مظاهرة ليلية، ورددوا الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي. ونصب المحتجون أيضا لافتة كبيرة على طريق همة السريع الرئيسي في طهران. وفي مساء اليوم أضرم محتجون في نيكا بمحافظة مازندران النار في مكتب النائب العام للنظام. وفي جانب آخر من الاحتجاجات المستمرة، أضرب أصحاب المتاجر في 80 مدينة على الأقل، وقاطع طلاب عشرات الجامعات والمدارس في جميع أنحاء البلاد فصولهم الدراسية. وشارك الناس في جميع أنحاء إيران في حملة موسعة استمرت 3 أيام، شملت الاحتجاجات المناهضة للنظام والمسيرات والتجمعات والمظاهرات والمسيرات. ونزل أصحاب المحلات صباح اليوم الخميس من مدن سنندج بإقليم كردستان، وروانسر بمحافظة كرمانشاه، ونجف آباد بمحافظة أصفهان إلى الشوارع احتجاجا على قرارات السلطات بإغلاق المحال التجارية لمن شاركوا في الإضرابات التي استمرت 3 أيام تضامنا مع الثورة الإيرانية المستمرة. وكانت هذه أنباء الانتفاضة الإيرانية ليوم الخميس 8 ديسمبر، وشكرا للمشاهدة.